صالح صالح ضحك يا صالح ضحك يا حبيبي. هموتهولك هتعيب منه هخنقه هشنقه هاكله بسناني. صالح صالح يا صالح بقى مسعود افندي اللي ما يقدرش يذبح فرخه يعمل كده. لكن هقول ايه؟ الراجل فاض بيه من اللي بيحصل. اطلع ابلغ المعلمه سماره باللي حصل يا معلمي. لا انا اللي هطلع لها اقول لها. بقول لك ايه يا دكتور؟ اوامر يا معلم. شايع كل المحامين بتوعنا المسعوده فني. ولا يهمك يا معلمه ما تشيلش هم الحاجات دي. طب يلا بينا. اسمك؟ مسعود مروان الشعربي. سنك؟ 54 سنه. لا 53 و7 اشهر. مهنتك ايه يا مسعود؟ كنت من ذوي الاملاك بس دلوقتي كل حاجه راحت. انا عاطل عاطل من الوراثه. مسعود انت قتلت صالح السيد شافعي الشهير بصالح ابو شفتوره؟ ايوه قتلته. كان نفسي اقتله قبل كده. قتلته ليه؟ وليه كنت عايز تقتله من زمان؟ الراجل الحر من الناس اللي زيي لازم يعمل كده. لما الاقي حد بيمرمغ شرفه في الدين ويحاوله زوج ما عندوش ولا نخوه ولا كرامه لازم يعمل كده، لازم يقتل. لا انا مش فاهم. يا ريت توضح كلامك اكتر. هقول اكتر من كده يا فندم. بصراحه الراجل ده كان بيلف على مراتي وانا راجل حر، اللي ما عجبنيش بصلحه. حتى لو اضطريت اقتل زي ما قتلت غيره. مسعود انت قتلت حد تاني غير صالح ابو شفتوره؟ ايوه قتلت اربعه. قتلتهم عشان بنتي ما تعذبش معاها. ثلاثه كانوا حبنا والرابع كان عايز يكرر مأساتي مع امها. انا اسف يا سياده الوكيل. انا بنتي دي احلى حاجه في الدنيا. وما اقدرش استحمل اشوف دمعه واحده تنزل بعينها. ايوه قتلت. قتلت اربعه. كان لازم اقتلهم. قتلتهم ليه؟ هما كانوا عملوا لبنتك ايه؟ مفيش حد حبها حب حقيقي. كانوا بيضحكوا عليها عشان يوفوا غرضهم منها وبس. اساميهم ايه بقى اللي انت قتلتهم؟ والله العظيم كذاب. كمان غلبان الحين عايزين يشيلوها له. لكن المرة دي مش هسكت. لا المرة دي مفيش ضد مجهول دموعي. مفيش ضد مجهول. ما تشيلش هم بقى. ما تشيلش هم. عارف هم كذابين. انت ما قتلتش حد مش كده يبقى ما قتلتش كمان صح؟ انا حر اللي ما يعجبنيش هقتله. واي حد هيقرب منك عشان يلعب بيكي هقتله اشرب من دمه كمان. يعني ايه؟ قتلته؟ ما قتلتش السلطان ليه؟ كنت هقتله بس نافت بجلده. لكن لو وقع فيه تاني هقتله. هقتله وقتل كل الرجال عايزين يعذبوكي. لسه كان بيحبني وهيتجوزني. بس قالوا قالوا ما كانوش هيسيبوا يعيش معاكي. كانوا هيخلوا يطلقك. انا عارف الناس دي كويس. عارفهم عشان انا منهم. سماره انت لازم تلاقي حد حد يحبك حب حقيقي. وساعتها انا هبقى اسعد انسان في الدنيا. تعرفي انا نفسي اقتل مين؟ نفسي اقتل امك. اقتلها مليون مره. اقتلها وتصحى تاني. اقتلها وتصحى تاني. اقتلها وتصحى تاني. اقتلها وتصحى تاني. اقتلها. سيبوني سيبوني سيبوني. مسكوا الراجل اللي قتل كمال. وريني كده. ده قتل كمان اربعه غيره. قول بيقولوا عليه سفاح. في ايه؟ في ايه يا بابا؟ فاكره الراجل اللي قتل اخوكي؟ ايوه يا بابا جوز سماره. لا ما طلعش هو. ابوها اللي قتله. أبوها؟ طب وقتلوا ليه؟ غير اللي مكتوب في الجرنان وانت تعرفي. Thank you.
بعدين معاكي بقى يا ست الكل، ده انتي ما حطيتيش في بقك من امبارح الزيت. رجعلي أكل مطرح يا سمارة، أنا مش قادرة أحط الزيت في بقي يا بنتي. طب وبعدين معاكي؟ يوه سيبيني في اللي أنا فيه بقى، سيبيني. انتي عاملة في روحك كل ده ليه يا أمه؟ أنا حتى مش فاهمة انتي بتعملي كل ده زعلانة على مين فيهم؟ على أبويا ولا على الزفت الطين اللي اسمه صالح؟ أبوكي؟ هو أبوكي جراله إيه يا أختي؟ ما زي القرد المسلسل في السجن، كل اللي ناقصه إنه ما بقاش يشرب خمرة. أنا زعلانة على اللي راح. اللي راح وإحنا مالنا مال اللي راح؟ كمان بقيت أهلنا عشان نزعل عليه؟ الله يكحمه مطرح ما راح، ده كل المصايب اللي إحنا فيها دي من تحت راسه كده يا سمارة. ده صالح، ده الراجل الوحيد اللي حبيني وحبيته دونا عن كل الرجالة اللي أنا شفتها في حياتي. ليه؟ أبويا ما كانش يستاهل منك إنك تحبيه؟ وإنتي بتصفى أبوكي في ضمن الرجالة راجل. الراجل يا سمارة اللي يدني نفسه عشان مرة أمال مين الراجل؟ البلطجي؟ اللي بيسرح النسوان؟ اللي بيذلهم ويضربهم ويشفط فلوسهم؟ صالح يا بت ما كانش بيعمل معايا كده، وعمره ما مد ايده عليا. صالح كان بينفع ويستنفع، أنا الست الوحيدة اللي حبها المعلم صالح. أنا يا أختي عمري ما شفت اللي أنت بتقولي ده. ما أصل أنت يا أختي ما تقرصتيش بقرصة الحب. قال لها قولي لي يا ست سمارة يا ست الكل، انت عاملة ايه نن عين امك مع الواد ده اللي انت سايبة سيد الرجالة عشان خاطر عيونه؟ انا ما سبت السلطان، وبعدين الواد اللي انت بتقولي عليه ده الحب اللي بيننا الطاهر وشريف من غير خيانة. ومن اللي قالك يا بنت ان انا كنت بخون ابوكي؟ معلش، اصل اللي انت فيه ده مش حب، ده لعب عيال. الواد ده يا بنت حلانكي وبيلف وبيدور عليكي، بياكل بعقلك حلاوة. سيبيه يا سمارة، اسمعي كلامي يا بنتي وسيبيه. فضي بقى الموضوع ده، يلا قولي لي كلو، ولا احنا هنفضل صايمين ان شاء الله عشان المكحوم؟ يا صالح، يا صالح. ما تعرفيش هي حزينه قوي كده على مين؟ هتكون حزينه على مين يعني؟ على ابويا طبعا. يا سلام، على مين الكلام ده يا سماره؟ هو الكل ما كانش عارف حكايتها مع صالح ابو شفطوره؟ الموضوع ده خلص خلاص يا سلطان، هو راح لحاله ودخل ابوك السجن. المحامين قالوا لك ايه؟ القضيه لسه شغاله،
ايوه هيحكموا عليه بايه يعني؟ بيحاولوا يدخلوه مستشفى المجانين. ليه بقى ان شاء الله؟ ده اللي عمره ده عين العقل. الكلام ده حلو لو كان ظبطهم متلبسين. وبعدين ما هو كده احسن له. الله، يعني عاوزاه يطلع عاقل ويلهف له تقبيله ولا 10 سنين؟ عشنا وشفنا. راجل بيدافع عن شرفه وخايف على مراته يدخلوه السجن. طبعا. لازم يبقى فيه شهود والبوليس يكبس عليهم. وبعدين يا سماره انت ناسي الجدعان اللي قتلهم قبل كده؟ قتلهم عشان ما كانش عايز حد فيهم يمرمطني يا سلطان. طب وانا؟ كان عاوز يقتلني ليه؟ انا برضه كنت ناوي مرمطك. ما كانش عايزني اتجوز راجل مشبوه وتاجر مخدرات. لا وايه؟ على ذمته كمان ثلاث نسوان. ونعم الاخلاق او ربنا ونعم الاخلاق. مش بقولك ان ابوكي ده راجل مهفوف في عقله كان لازم يدخل الصرايا الصفرة من زمان. مالك شمتان فيه قوي كده ليه يا سلطان؟ هو كان عمل لك ايه يعني؟ لا ولا حاجة، حاشا لله، هو كان عاوز يقتلني بس. وامي هنعمل فيها ايه؟ هنسيبها قاعدة لوحدها كده؟ تلاقيش على امك. امك مش هتغلب يا حلو. هي هتزعل لها يومين ثلاثة وبعد كده هتدور على راجل جديد تشقطه. ما تحترم نفسك يا سلطان. انت من الصبح عمال تتكلم في ابويا وامي، انت عايز اسيب لك البيت وامشي ولا ايه؟ لا حبيبتي انا اقدر على بعدك ثانية. انت اعملي اللي انت عاوزاه، هتلاقيني من ايدك دي لايدك دي. هي المدعوقة الفلة هتخلص امتى؟ يعني على اخر الشهر كده هتدخليها برجلك اليمين. وامي طبعا هتيجي تقعد معايا. امك بس. يعني ايه بس؟ يعني سعد وحسن مفيش. هو احنا مش كنا اتفقنا ان هم هيجي يعيشوا معانا؟ اتفقنا اه، بس انا بقى فكرت كويس ورجعت في كلامي. رجعت في كلامك ليه؟ ما انا لقيت يعني اول ما سعد هيجي يقول لي انا عاوز نعمات، ولو نعمات جت حسن الاخر هيقول لي انا عاوز فتحيه واولادها، والبوليس لو شم خبر هيجرجرونا معاهم، فانا قلت من اولها كده بلاش وجع قلب. انا غلطان؟ لا مش غلطان يا سلطان. سيبني انا بقى افكر في الموضوع ده كويس. قول لي يا عبد المجيد، عملتوا ايه مع الراجل السفاح ده؟ أني سفاح؟ أني سفاح؟ شايفه تقفيده؟ نسي بسرعه السفاح اللي كان سفاك لابني. انتوا مش بتقولوا قبضوا عليه؟ ولسه بيه هتموت؟ انا مش عارفه هيكفيني ايه في الراجل ده. لا اطمني. شكله كده هياخد اعدام ان شاء الله. اكيد اكيد، ده بيقولوا قتل ناس كتير قوي. انت هنا يا عمتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك؟ ازيك انت يا فايزه؟ مش هتصدقوا بقى لو قلت لكم انا كنت بكلم مين دلوقتي. لازم خطيبك. وفي ابن حبيبي. اخس عليك يا فايزه، مش تندهي عليا يا بنتي. وتندهي عليك ليه؟ ما انا يا عمتي ما كنتش اعرف ان حضرتك هنا، وكمان هو اتكلم في البيت وقال لي انه محدش رد عليه. طمنيني عليه، هو كويس يعني قرب يخلص المهمة بتاعته؟ بيقول انه قرب. قولي يا عبد المجيد، انت كلمت كريم بيه عشان نقل وفيق الوزارة؟ الراجل لسه ماسك وزارة الداخلية، نديله بس فرصة ياخد نفسه، وبعدين انا هروح له بكرة اكلمه في حكاية النقل دي. لا يا عبد المجيد، انتوا طول عمركوا اصحاب واكتر من الاخوات، يعني بينك وبينه مفيش اي تكليف. اطمنوا، انا مش ناسي الموضوع ده خالص. وانت كمان كنت عايز تنسى موضوع مهم زي ده؟ هي دي مش بنتك؟ الله، وفيق يعني مش ابن اخته؟ حتى لو ما كانش خاطب فايزه لازم يهتم بيه. ما كفايه بقى بستفى وتعطين فيا. حاضر حاضر، انا بكره هروح له الوزاره واكلمه. بس كده؟ غالي والطلب رخيص. اعمل معروف يا كريم، احسن انا ما خلصتش امبارح من مراتي وبنتي واختي. طب قول لي، هو بقى له قد ايه في المخدرات؟ انا ما اعرفش بالظبط، انما يعني حوالي 3 سنين. طب ايه رايك لو جبته عندي هنا في المكتب؟ انقله في اي مكان يخليه يروح بيته كل يوم ويتجوز في اقرب فرصه. حاضر، من عينيا الاثنين. اديني مكتب مكافحه المخدرات. اؤمرني ما عليك. الضابط وفيق الغمري؟ ايوه يا فندم، ده من اكفأ الضباط عندي.
هو في الحقيقة حاليا في مهمة صعبة جدا، صعبة قوي ان انا اعفيه منها دلوقتي. لا 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 لا، معليك احنا ما نقدرش نكسر اللي معليك امره. حاضر يا فندم، انا هستدعيه وهتكلم معاه واقول ما سينفذ معليك. مع السلامة يا فندم، في حفظ الله ورعايته. أنا لسه جاي من عند عمي الكريم. طمني، خطيبك هيتنقل. أمال ما جاش معاك ليه بس؟ أنت فاكرة الموضوع إيه؟ همري جمري كده، مش في إجراءات لازم تتم، ده إحنا ما نعرفش هو فين. أهو أنت كده يا عبد المجيد، ما ناخدش منك غير كلامه بس. وبعدين بقى، أنتوا إيه حكايتكم؟ عمي الكريم اتكلم قدامي مع مدير مكافحة المخدرات وطلب منه انه يعفيه من المهمه اللي هو فيها، لان هو بنفسه هيصدر قرار بنقله شخصيا لمكتبه. عايزين ايه اكتر من كده؟ يعني كنت متصور انك انت هتجيبه في ايدك وانت جاي. انا دلوقتي بس عرفت هي بنتك طالعه لك ليه. معلم سلطان، معلم سلطان، تليفون الهنا والسكر والعسل كله يا معلم. مين يا سفنجاري؟ سفنجاري يا معلم، الست ناني بتاعت جبال الحنية. انت بتتكلم بجد؟ ايوه يا معلم. رايحة فين يا باجعة؟ رايحة ارقص وهي راجعة. رايحة فين يا باجعة؟ الو، يا مرحب يا مرحب يا مرحب، ازيك ست ناني؟ تصدقي لو قلت لك وحشاني من النهارده لبعد بعد بكره مش كفاية. انت كنت فين؟ كان عندي ظروف، وسعادة البيت كان عنده ظروف. بعتلك بضاعة. امتى ده حصل؟ هشوف انا الموضوع ده. مش هينفع الكلام في التليفون. لا، في العنوان الجديد هقولك عليه. أنا حاسس إن الموضوع فيه حاجة مش مظبوطة. ما يمكن الولاية اللي اسمها ناني دي ما تعرفش حاجة. مش هي قالت لك برضو ما تعرفش مين سعادة البيه؟ الراجل ده شكله حويط قوي يا سلطان، ما حدش هيعرف يوصل له بسهولة. أنا كمان ما رضيتش أقبلها سيدي الفنجاري إنه كلمني، قلت جايز ما تعرفوش. ما تعرفوش؟ ما تعرفوش إزاي؟ هي مش شغاله معاهم؟ ايوه، ما هو كل اللي بيشتغل مع سعاده البيه ما حدش فيهم يعرف التاني. بس انا لما كلمتها على البضاعه حسيت انها سكتت واستغربت وسالتني، قالت لي انت خدت بضاعه قريب؟ وبعد كده قالت لي ولا اقول لك الكلام ده ما يتقالش في التليفون، وراحت مدياني عنوانها الجديد. طلبت منه يقابلها النهارده. وما عرفتيش عنوانها؟ لا، ما قدرتش اساله، خفت بعدين يقول لي انت عايزه عنوانها ليه. كويس قوي انك عملت كده، العنوان انت بتعرفيه بعدين من سلطان بس لازم يحس بيكي. ما انت عايزه عنوانها في ايه يا ساعه؟ يا ست انا عايزك انت اللي تعرفيه. ايوه، يعني بعد ما اعرفه ايه ناوي تروح لها؟ مش لما نعرف الاول وضع الوليه دي ايه عند سعاده البيت؟ عرفني يا اخويا وضعها، هتروح لها؟ وده يضايقك؟ يضايقني، اصلها يعني وليه كده شكلها ملعب، بتعرف تلعب بالرجاله كويس. وانت تفتكري ان في واحده تقدر تلعب بيها؟ ايوه في واحده تقدر. خلاص عرفت. عرفت ايه؟ عرفت ان في واحده تقدر تلعب بيها. يعني مين الواحده دي؟ واحده بقى وخلاص. ايوه يعني مين الواحده دي؟ هتكون مين يعني؟ انت يا روحاني. ايوه كده عشان خشمك. شفتي بقى، خلتينا ننسى الموضوع المهم اللي كنا بنتكلم فيه. بقيتني دلوقتي الموضوع المهم اللي بنتكلم فيه ده هي دي الخيط اللي هيوصلنا لسعاده البيت. بقولك ايه، اوعى تكون بتدحرجني في الكلام عشان تعرف عنوانها وبرضه تروح لها. يا ستي مش انا اللي هروح لها. امال مين اللي هيروح لها؟ انت اللي هتروحي لها وهتدخلي في زوارقها جامد كمان لحد ما تقدري توصلي لسعاده البيت. يا تنيني عليا وعلى سنيني، قلت لك اصلا هي مش عارفه مين سعاده الزفت. يا ستي نوصل لها الاول وبعد كده نتصرف. ألف خير كستان. الله، حلوة الشقة دي قوي. مرسي يا معلم.
المهم ايه حكايه فنجاني اللي مات ورجع تاني؟ طبعا انت تعرفيها. كان بيكلمني ساعات في التليفون لما بيكون في حاجه مهمه. عرفت انه اتقتل؟ دي الحادثه كانت في الجرايد. طبعا سعادتي بيه كلمك عنه. يعني مش فاكره. اتفضل. شكرا. أنا لقيته بيكلمني فجأة وبيقول لي إن اللي حصل ده ملعوب عشان البوليس يتوه عنه. وأنت اتأكدت إنه هو؟ بيني وبينك أنا في الأول ما صدقتش، بس قلت لنفسي هو جريء رغم إن صوته هو صوت بنجاري. وبعدين إيه اللي حصل؟ إداني كام أمارة ورحت طالب منه بضاعة. وبعدين؟ ولا حاجة، وصل طلبي لسعادة البيت وجاتني البضاعة. ايه قولك بقى؟ اكلمك تاني؟ مرتين. مرتين؟ ليه؟ مرة علشان يطمن على استلام البضاعة، والتانية كانت مواد واخوة يعني. بس بيني وبينك انا كنت ناوي لو اتكلم تاني كنت هخليه يبلغ سعادة البيت ان انا محتاج بضاعة تاني. وجاب لك نفس البضاعة اللي كنت تاخدها من ساعة البيت؟ سبحان الله، سبحان الله. استهلي نفس البضاعة، نفس الصنف، نفس الريحة. ايه رأيك بقى؟ رأيي؟ رأيي في ايه؟ في اللي حاصل ده. مش عارفة اقول لك ايه يا معلم سلطان، لكن انت عارف اللي بيشتغل مع سعادة البيت مش لازم يعرف غير سعادة البيت اللي عايزه يعرفه. نفسي اطلب منك طلب استهارب تسالي سعاده البيه اللي حاصل ده مظبوط ولا في لعب؟ لعب؟ لعب من مين يا معلم سلطان؟ اي حد. اي حد؟ وتفتكر في اي حد ممكن يلعب مع سعاده البيه؟ هاي سلطان، قلت لها ايه؟ قلت لها يا ريت تتاكد الاول اذا كان فنجاني ده عايش ولا ميت. طب وانت بتتكلم معاها ما حسيتش كده ان لونها اتخطف وشها اتغير ولا حاجه؟ ابدا، كانت بتسمعني زي ما انت بتتكلم معاها دلوقتي. يبقى الست دي زي ما قلت لك يا سلطان، عارفه كل حاجه بس مش هتتكلم. شوفي بقى، هو الكلام المفيد في الموضوع ده كله اننا نعرف اذا كان فنجاني ده عايش ولا ميت. ايوه، بس ايه اللي يخلي فنجاني يكلمك في التليفون ويبعت لك بضاعه وتلاقيها انت نفس البضاعة اللي كان بيبعتها لك سعادة البيه؟ انا قلت لك يا حبيبتي ممكن قوي حد من التجار اللي بيتعاملوا مع سعادة البيه عنده بضاعة ومعرفش يصرفها. يا سلام، كان قال لك على اسمه. ما الناس كلها يا سلطان عارفة ان انت بتتاجر في الصنف. ايوه، بس جايز مش عاوز يظهر قدامي انه خيبان عشان كمان ما ضربوش في السعر. يوه، احنا هنحير نفسنا ليه؟ هنقصنهم؟ بكرة نعرف. هي قالت لك هترد عليك امتى؟ قالت لي انها هتبقى تتصل بيا. سماره، بقول لك يا حلوه، ما تشوف لنا لقمه لحسن، انا هموت من الجوع. ماشي. الو. ايوه يا عثمان، انا ستك تفيده. البيه رجع؟ طيب اديني ست كبير. الو. اهلا تفيده، ازيك يا حبيبتي؟ طب الحمد لله. الحقيقه يعني لغايه امبارح عبد المجيد ما كانش يعرف اي حاجه، حتى انا قلت له روح لكريم وشوف ايه اللي حصل، واذا ما كانش عمل اي حاجه استعجله. طيب اقول لك ايه، ما تيجي تغدي معايا النهارده وفرصه، اذا كان عبد المجيد ما عملش حاجه انا وانت بقى نشد عليه. خير يا باشا، ايه الموضوع المهم اللي كنت عايزنا فيه؟ المخدرات. المخدرات؟ مالها المخدرات يا باشا؟ عايزين نقدم مشروع قانون في البرلمان
لمكافحة المخدرات. امال القانون اللي موجود دلوقتي ده بيعمل ايه؟ مش كافي. احنا عايزين قانون يغلظ العقوبات حتى التعاطي نفسه. الكلام ده مظبوط فعلا يا باشا. انما للاسف في مسببات لو قدرنا نقضي عليها هنقدر نقضي على تجارة المخدرات. وايه المسببات دي يا عبد المجيد بيه؟ اهم حاجة لازم نسأل نفسنا الاول، ليه الناس بتتعاطى المخدرات؟ احنا كده بنفتح على نفسنا فتوحات لا هنقدر نسدها قدام البرلمان ولا قدام الرأي العام. بعد كده ممكن يطلع لي واحد يقول لي نمنع كمان الخمور. ده موضوع مهم جدا برضه. اما بالنسبة لموضوع الخمور فانا بعتقد ان احنا ممكن نرفع الاسعار بدرجة مبالغ فيها عشان ما يقدرش يشتريها غير القادر بس، ولازم نمنع الخمور الرخيصة زي البوظة وعرق البلح. طب ايه بقى هي المسببات اللي اشرت اليها يا عبد المجيد بيه؟ قبل ما نتكلم اوعى تقولوا لي كمان نرفع اسعار الحشيش. لا فضل كمان تقول ان الحكومة تبيعه لحسابها وتحطه في البطاقات. اهم المسببات دي الجهل والبطالة وتدني مستوى المعيشة، كل دي امراض اجتماعية بتصيب البني ادم بالاحباط وتشجعه على انه يتعاطى المخدرات علشان يهرب من واقعه المؤلم. فعلا، بس احنا مش عايزينهم يهربوا من الواقع، احنا عايزينهم يواجهوا الواقع. ودي انتوا عارفين الصين عملت ايه؟ اول حاجة عملتها عملت مكافحة والقضاء على الافيون. بكرة تشوفوا الصين دي هتبقى ايه؟ يا سعادة الباشا، تفتكر ان الحزب بتاعنا هيقدر على كل ده؟ طبعا، الحزب بتاعنا اسمه حزب الشعب، يعني كل اللي بنعمله لازم يكون من اجل الشعب، وهو ده موضوع البيان اللي هألقيه في البرلمان الجلسة الجاية. عملت ايه يا بابا؟ وفي اتنقل؟ استنى عليا بس يا فايزة، اقعد الاول واخد نفسي. هتاخد نفسك من ايه يا عبد المجيد؟ هو انت جاي ماشي؟ طمني يا عبد المجيد، عرفت حاجة؟ ايوه عرفت. طب ولما انت عرفت ساكت ليه ما تتكلم؟ انا رحت النهاردة الوزارة الكريم. ما احنا عارفين. وفي اتنقل؟ لا. ايه؟ مرضوش ينقلوه؟ هو اللي مرضيش يتنقل. يعني ايه يا بابا؟ يعني عملوا له كل اجراءات النقل، ولما مدير مكتب مكافحة المخدرات بلغه رفض ينفذ واصر انه يستمر في مهمته. معقولة يا تفيدة؟ ده عمال يعملها ابنك. انا مش عارفة الولد ده عمل كده ليه؟ يظهر كده انه مش عايز يتجوزني. هو اللي بيحب شغله ويتفانى فيه يبقى مش عايز يتجوزك؟ اسمعي يا تفيدة، كلمي ابنك في التليفون وقولي اللي هو عمله ده ما يعجبناش ابدا. ايوه يا عمتي. طب هو اللي عمله ده يرضي حد؟ طب افرضه بقى ركب دماغه ومرضيش يتنقل. يا حبيبتي ساعتها بقى يبقى لنا كلام تاني خالص، مش كده ولا ايه يا عبد المجيد؟ اهلا يا معلم سلطان. خير استناني، جيتين على بالي وشي ايه؟ هتعرف كل حاجه دلوقتي. انت قلتي سعاده البيع على موضوع فنجان؟ سعاده البيع هيقابلك دلوقتي. ايه ده؟ سعاده البيع موجود وهشوفه هنا؟ ايوه موجود، لكن مش هتشوفه. مش فاهم. هتسمع صوته بس وانت واقف بعيد عنه. وليه ده كله استهلاك؟ الله، هو ليه مش عاوزني اعرفه؟ ده انا بتعامل معاه من سنين طويله ومفيش منه الا كل خير. اللي هيعمله معاك ده النهارده ما عملوش مع اي حد تاني. موافق ولا مش موافق؟ موافق طبعا. اتفضل معايا.
ميه لو سمحتي. بس كده؟ وقهوه لو عاوز. لا مش عايز، لا قهوه ولا ميه. السلام عليكم. مع السلامة يا معلم سلطان. يوه انت جيت يا سلطان؟ سلطان مالك يا سلطان؟ قابلت سعادة البيه. بتقول ايه؟ قابلت سعادة البيه؟